نرحب بكم مشاهدينا الأعزاء عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يدعو المؤمنين لأن يصلوا صلاة المسبحة الوردية ويحملوها في جيوبهم. قداس إلهي في كنيسة الصعود الإلهي بخلدة بمناسبة وداع عيد رفع الصليب المقدس. الأردن يقف أمام تحد كبير للحفاظ على المنظومة الصحية. بيت ساحور تحتفل باليوبيل الكهنوتي لرسامة الأب ممدوح أبو سعدة. وفيها أيضاً هل يسمح الله بالشر والألم؟ في حلقة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي في موضوع الصلاة، دعا قداسة البابا فرانسيس في حديثه إلى المؤمنين الناطقين باللغة العربية المتواجدين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان إلى التأمل في صلاة إيليا، حيث يقدم لنا الكتاب المقدس إيليا رجلاً مؤمناً نزيهاً، كما دعا قداسته المؤمنين لأن يصلوا المسبحة الوردية، فهي أجمل صلاة يمكن أن نؤديها، وأضاف: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمرضى والمتألمين، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في صلاة إيليا في إطار تعليمه في موضوع الصلاة. قال قداسته: يقدم لنا الكتاب المقدس إيليا رجلاً مؤمناً نزيهاً لا يساوم مع قوى الشر، رمزه النار، وهي صورة لقدرة الله المطهرة. امتحنه الله ومر بشدائد كثيرة وظل أميناً. إنه مثال لكل المؤمنين الذين يمرون بالتجارب والآلام، لكنهم لا يتنازلون عن الغاية السامية التي ولدوا من أجلها. كانت الصلاة الرحيق الذي يغذي وجوده باستمرار، وهو رجل الحياة التأملية وفي الوقت نفسه رجل الحياة العملية، إذ كان مهتماً بأحداث زمانه، ولم يكن في حياته ازدواجية، فواجه حتى الملوك وقومهم، وكان في حياته الروحية تطور، فنما وازداد مقدرة على الصلاة إلى أن رأى وجه الله الذي ظهر له في نهاية مسيرته على جبل حريب. وكان إذ ذاك هاربا من وجه الملوك محبطا وخائفا، فأعاد الله إلى قلبه الهدوء والسلام. وأنهى قداسة البابا تعليمه قائلا: هذه هي قصة إيليا، لكن يبدو أنها كتبت لنا جميعاً. قد نشعر أحياناً أننا وحيدون ولا نفع لنا، إذ ذاك الصلاة هي ملجأنا. حتى لو أخطأنا أو شعرنا بالتهديد والخوف، لنعد مثل إيليا أمام الله في الصلاة، وسيعود الصفاء والسلام إلينا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluti fedeli di lingua araba. Oggi celebriamo la festa della Madonna del Rosario. Vi invito a pregare il rosario e a portarlo tra le vostre mani o nelle tasche. La recita del rosario è la preghiera più bella che possiamo offrire alla Vergine Maria. È una contemplazione sulle tappe della vita di Gesù Salvatore con sua madre Maria ed è un'arma che ci protegge da mali e da tante tentazioni. Che Dio vi benedica. O
أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. نحتفل اليوم بعيد السيدة الوردية المقدسة. أدعوكم أن تصلوا مسبحة الوردية وأن تحملوها بين أيديكم أو في جيوبكم. إن تلاوة المسبحة الوردية هي أجمل صلاة يمكن أن نقدمها لمريم العذراء، وهي تأمل في مراحل حياة يسوع المخلص مع أمه مريم، وهي سلاح يحمينا من الشرور والتجارب. ليبارككم الرب جميعا. ببركة من غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن، تمت صيامة كل من الأخت رولا مطر والأخت نسرين كيال راهبتين بالكنيسة الرومية المقدسية أثناء خدمة صلاة الغروب الاحتفالية لعيد الصليب المكرم في كنيسة السيدة العذراء ينبوع الحياة في دبين. وقد حملت الأخت رولا اسم نكتاريا، كما حملت الأخت نسرين اسم ليديا. شارك في الخدمة عدد من الأباء الكهنة والشمامسة الأجلاء وسط حضور اقتصر على ذوي الراهبات بسبب الوضع الراهن الذي تمر به البلاد. وبعد إلقاء كلمته وجه سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس الراهبتين للموت الطوعي من أجل المسيح وعيش البذل والتضحية حتى تتقدسان ويتمجد الله في حياتهما. وفي سياق آخر، أقيم في كنيسة الصعود الإلهي في خلدة بعمان قداس إلهي بمناسبة وداع عيد رفع الصليب المقدس، حيث جرى في ختام القداس الذي حضره عدد من الأباء الكهنة والشمامسة خدمة تقديس الماء ومباركة المؤمنين به. التفاصيل في سياق التقرير التالي. مباركة المملكة الآب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دار الداهرين. ترأس سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة أحد بعد رفع الصليب بمشاركة الأيكونومس إبراهيم قاقيش والأيكونومس جراسي مستاشمان والأيكونومس ديودوروس حداد وعدد من الشمامسة، وذلك في كنيسة الصعود الإلهي بخلدة بحضور عدد محدود من المؤمنين الطواقين لحضور القداس بعد فترة تعليق إقامة الصلوات الجماعية معي بالكنائس. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح ملوكنا المؤمنين الغلبة على البربر واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك. سوس كيرية لانسو كيف لايسون تين كليرونومي انسو نيكاستيس فاسيلفسي كتافارفارون دورومينوس كتوسون فيلاتون دياتو سταυρόσου πολιτεύμα. وفي عظة القداس استهل سيادته بداية حديثه بالإشارة للصليب المكرم الذي نحتفل هذه الأيام بعيد رفعه، مشيرا إلى أن الصليب ليس للفرجة والبهرجة بل لنحمله ونتبع الرب يسوع الذي قال: من أراد أن يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني. ما أجمل الكنيسة اللي بهاي الفترة بتبرز أمامنا الصليب، صليب إلهنا المصلوب والقائم من بين الأموات، حتى كل واحد فينا يستمد قوة وتعزية، يستمد إيمان ورجاء، يستمد سلام وفرح.
قديش نحن محتاجين لقوة الصليب الفاعلة في حياتنا في هاي الأيام اللي العالم كله بيمر بهاي الأزمات اللي عمالنا منشوفها. قديش نحن محتاجين لهيد الإيمان اللي نحن مدعوين إنه نتزين فيه، نزيد قلوبنا فيه، إيمان الصليب، إيمان إلهنا المتجسد، إيمان القيامة والرجاء، إيمان السلام والفرح. قديش مهم أبنائي في هاي الأيام الصعبة اللي فيها الإنسان قلق وخايف، خايف من كل شيء حواليه وخايف كمان من المستقبل. قديش مهم إنه قلب الإنسان المؤمن يتقوى بالإيمان، يتشدد بالتعزية، يرجو بالرجاء حتى يقدر إنه نكون بسلام وبدون خوف. وفي ختام عظته أشار سيادته إلى أن الإيمان يطرد الخوف ويطرحه خارجاً، فعلينا أن نتشدد ونتشجع ونتقوى بقوة الصليب الكريم وبشفاعة والدة الإله الفائقة القداسة وجميع القديسين الذين يسهرون على حمايتنا، راجين من الله بشفاعتهم أن يحفظ الأردن شعباً وحكومة وقيادة من كل شر وسوء. أبنائي، ربنا يكون مع كل واحد فينا حتى نقدر في هاي الأيام نأخذ رسائل السماء صح، وبالتالي نغير نمط فكرنا وحياتنا، ونقدر إنه نتعلم أكثر نصبر، نتعلم أكثر نتواضع ونحب، ونقدر أكثر نكون قريبين من الكنيسة بدون خوف. صارت الناس تخاف إنها تقدر تعيش السلام في داخل الأسرة وفي داخل العائلة وفي داخل المدرسة وفي داخل المجتمع. لا أبنائي، هاي هي علاقتنا مع نفسنا ومع الله ومع القريب، وما في إشي بمسها. عشان هيك نتمسك فيها صح، والله معنا. عمانوئيل، الله معنا. ربنا أبنائي يحميكم، نعمة وبركة الصليب هي تكون مع كل العالم، مع كل بيت من بيوتنا في كل أرجاء العالم، مع كل ابن من أبناء الوطن وأبناء الكنيسة. نعمة وبركة الصليب، وعشان هيك أرسموا صليبكم صح دائما، ما ترسموا صليبكم خلطأ. نحن بأمس الحاجة في هاي الأيام صليبنا صح نرسمه، أرسموا صح وما تخافوا، ربنا معنا. نعمة الصليب وبركته تكون معنا، أمين. وفي نهاية القداس أقام سيادته خدمة تقديس الماء ومباركة المؤمنين به، وأضاف قائلا: خير حماية في هذه الأيام الصعبة الماء المقدس، خذوه واتخذوه حرزا وحماية لكم من كل شر ومرض جسدي وروحي ونفسي، وأتمنى للجميع دوام الصحة والبركة. إله المعجزات التي قبل الدهور، الذي يقصر الإدراك عن فهم كهنه ويعجز الكلام عن وصفه، انظر إلينا نحن عبيدك الأذلاء الغير المستحقين، وامنح أذهاننا روح الحكمة والفهم لتكون طلبتنا مسموعة لديك، فتتقبلها بوفور صلاحك وتجود علينا بالرحمة كنعمة منك، لأن منك ومن مواهبك المحية وجود الإرادة والحركة في البشر. أنت إذن أيها السيد المحب البشر، احضر الآن بحلول روحك القدوس وقدس هذا الماء. قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة: إننا نحن أمام تحدي كبير ومسؤولية جسيمة للحفاظ على المنظومة الصحية من الانهيار، وأنه في ضوء تطورات الحالة الوبائية خلال الأيام الماضية، فقد تقرر فرض حظر التجول الشامل في كافة أنحاء المملكة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وحتى إشعار آخر. وسيتم نشر كوادر القوات المسلحة الأردنية في جميع المحافظات المملكة،
ومراقبة المناطق التي تتزايد بها الإصابات. على صعيد متصل، قررت وزارة التربية والتعليم تعليق دوام المدارس وحتى إشعار آخر، كما قررت وزارة التعليم العالي أن يكون التدريس في الجامعات عن طريق التعليم عن بعد في كافة التخصصات والمستويات باستثناء كليات الطب والصيدلة والأسنان. بحضور رؤساء وممثلي عدد من الكنائس وأبناء الرعية، أقيم في كنيسة سيدة الرعاة في بيت ساحور قداس شكراً بمناسبة اليوبيل الكهنوتي الفضي على رسامة الأب الأيكونومس ممدوح أبو سعدة، كاهناً في أبرشية الروم الملكي للكاثوليك وتقليده الصليب المقدس. وقد ترأس القداس النائب البطريركي لأبرشية القدس للروم الملكي للكاثوليك المطران ياسر العياش. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. ترأس سيادة المطران ياسر العياش النائب البطريركي العام لأبرشية الروم الملكيين الكاثوليك قداساً احتفالياً في كنيسة سيدة الرعاة في بيت ساحور، وهو قداس الشكر بمناسبة اليوبيل الكهنوتي 25 عاماً على رسامة الأب ممدوح عيسى أبو سعدة كاهناً في أبرشية الروم الملكيين الكاثوليك. وقد شارك في القداس عدد محدود من الكهنة والراهبات، وبحضور رؤساء وممثلي الكنائس المدنية، كما حضر الاحتفال عائلة الأب ممدوح. الرب إلهنا يا من يدبر الكل بحكمته، وقد صنع خلاصنا بتدبير تجسده، بارك أخينا الأب ممدوح يوسف في رتبة إيكونوموس، قوه وشدده ليكون حكيما في خدمته مرضيا لديك. صلواته وشفاعة سيدتنا والدتنا الله الفائقة القداسة، فإن اسمك الكلي الإكرام وعظيم الجلال مقدس ومجد، أيها الآب والابن والروح القدس يسوع المسيح إلهنا الساكن في العلا والسائر على الذين، نطلب إليك أن ترسل بركتك السماوية على هذا الصليب وتملاه من قوتك، فيقضي على كل ما على كل حيلة شيطانية ويزيلها، جالبا لنعمتك لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد، أيها الآب والابن والروح القدس لنا كل أوان وإلى دهر الداهرين. ألقى المطران العياش كلمة شكر لله أولاً على هذه النعم، حيث أعلن من خلالها منح البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين رتبة الإيكونوموس للأب ممدوح وتقليده الصليب المقدس، مع أمنياته بالتوفيق الدائم في رسالته الكهنوتية. ما أعظم نعمة الكهنوت اليوم، أبونا ممدوح أبو سعدة بيحتفل ب 25 سنة كهنوت، فمنبارك له باسمي أنا وباسم سيدنا البطرك بالدرجة الأولى وباسم سيدنا يوسف الزريعي والكل جميع الآباء وكل الحاضرين بهالأبرشية. لكن بنفس الوقت هاي فرصة لحتى لينا احنا نراجع ذواتنا بكهنوتنا اللي أخذناها، وبنفس الوقت إنه نقدر هالنعمة اللي أعطيناها من الله تعالى، نعمة الكهنوت، وانه احنا بنحمل يسوع كل يوم بين ايدينا بشكل القربان المقدس تحت شكل الخبز والخمر. بنفس الوقت يمكن هاي فرصه لحتى لين نراجع ذواتنا ونصلي من اجل الدعوات الكهنوتيه والرهبانيه بالكنيسه، وخصوصا ببلادنا بالاراضي المقدسه في منطقه الشرق الاوسط، لحتى لين يتابعوا عمل يسوع الخلاصي، عمل يسوع المحبه، رسالة يسوع، رسالة الكنيسة، السلام والمحبة فيما بين الشعوب، حتى يصل رسالته إلى قلب كل إنسان.
وبنفس الوقت لحتى لين انه هالوجود المسيحي يبقى حاضر شاهدا ليسوع المسيح طيلة ايامه وطيلة وجوده في هالمنطقة، خصوصا امام هالتحديات الكثيرة اللي عمالنا بنشوفها بهالمنطقة في هالعالم كله. بنصلي لحتى يا الله تعالى يرفع عنا شدة الكورونا، لحتى لين نرجع ونرفع صوتنا بأعلى في منطقة في كنايسنا، نمجد الله تعالى ونشكره على وافر نعمه. أنا اليوم بدي أتشكر نورسات اللي بتتابعنا دائما، بتنقل لنا هالحدث، أي حدث كنسي بمجد يسوع المسيح إلى كل قلوب، إلى كل القلوب، إلى كل بيت، إلى كل إنسان. هاي رسالة كمان هي رسالة عظيمة جدا، شهادة ليسوع المسيح، منفتخر فيها ومنعتز فيها. منبارك لهم كمان هم بهالكهنوت لأبونا ولكل الكهنة اللي بيحتفلوا في كل المناطق. منبارك لكل كهنتنا وخصوصا بهالأيام هاي. أنا صار لي 33 سنة بالضبط خوري بهالأيام هاي بالذات، فأنا بس بهني كمان نورسات في عندنا في الأردن، نورسات الأردن على رسالته في منطقة في الأردن وفي أيضا في الأراضي المقدسة. ونطلب من الله تعالى أن يعطيهم القوة والشجاعة لحتى يكملوا رسالتهم بالرغم من كل التحديات. مبروك لهم دائما، ويسوع يبارككم والعذرة تحميهم. وفي نهاية القداس قدم الأب أبو سعدة الشكر لجميع الذين رافقوه طيلة هذه الفترة وهي مليئة بالعطاء وخدمة الآخرين. اليوم هو يوم مميز لأنه نحتفل في اليوبيل الفضي الكهنوتي 25 سنة على رسامة الكهنوتية على يد صاحب السيادة المطران لطفي لحام في ذلك الوقت، وهو أصبح بطريركا باسم غريغوريوس الثالث لحام. اليوم هو يوم مميز في حياتي حيث مضت 25 سنة في الخدمة الكهنوتية في عدة رعاية وعدة مراكز، وكلها بقوة الروح القدس إلى أن وصلنا إلى هذا اليوم الجميل. أنا بطلب من ربنا أنه يعطينا القوة ونعمة الروح القدس حتى نستمر في الخدمة والعمل الروحي وعمل الخير وتقديم الأسرار إلى المؤمنين. وأنا بشجع جميع الشباب في هذا الوقت وفي هذا العصر وفي هذه الجائحة أن يتقدموا ويقبلوا إلى الكنيسة أكثر وأكثر، لأنه نحن قد نشأنا والتنشئة المسيحية كانت لها أثر في الكنيسة وفي الرعية وفي الشبيبة، والدعوة الكهنوتية حتى أنها قد نمت أثناء العمل الرعوي وأثناء النشاطات، ولها الأثر الكبير في النفس حيث أنها ساعدتني على دعوتي الكهنوتية. لذلك أقول إلى الشباب، التزموا في كنائسكم لكي ما تكتشفوا دعوتكم حتى تسيروا على المسار الصحيح. نحن بحاجة إلى أن نستمر في الكهنوت وفي الخدمة وممارسة الأسرار. وقد قدمت إلى الكنيسة كتاب القداس الإلهي، وهو كتاب الأفخارستيا ويعني الشكر. هذا الكتاب إلى جميع المؤمنين، وعدلنا عليه، أدخلنا المجدلة الكبرى وطربريات القيامة لكي ما يتسنى للمؤمن، لكي ما يشترك في الجوقة وفي التراتيل، يعيشوا الليتورجية ويعيشوا حياة الأفخارستيا ويتناولوا جسد ودم ربنا يسوع المسيح له المجد. أشكر في النهاية النورسات الأردن على تغطية هذا الحدث الكبير، وأتمنى أن يستمروا في عملهم من أجل الكنيسة ومن أجل الشباب حتى ننشر كلمة المسيح والإنجيل المقدس في أنحاء العالم، بنعمة الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. وبعد القداس أقيم حفل استقبال في ساحة الكنيسة، تم من خلالها تقديم التهاني للأب أبو سعدة ولذويه وللكنيسة. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سيدة الرعاة للروم الملكيين بيت ساحور. تغريدة
تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وتوفير البيئة الاستثمارية المثلى لهم، وبناء على مطالبات كثيرة مقدمة من عدد من المستثمرين في دول الجوار يرغبون بنقل استثماراتهم إلى المملكة كونها تمتلك بيئة استثمارية جاذبة. فقد أعلنت وزارة الداخلية أنها مستمرة في تقديم التسهيلات للمستثمرين في القطاعات المشمولة بقانون الاستثمار، وبما يضمن اختصار الوقت والجهد عليهم ويواكب المتطلبات الحديثة للبيئة الاستثمارية الجاذبة. أقفلت الهيئة المستقلة للانتخاب الخميس الماضي باب الترشح للانتخابات مجلس النواب 19، واشترطت في طلب الترشح أن يتضمن تقديم شهادة عدم محكومية، فضلاً عن إثبات حصول المترشح على الجنسية الأردنية منذ 10 أعوام. ويجب القانون كذلك على المترشحين من موظفي الحكومة في الوزارات والدوائر تقديم استقالاتهم قبل 60 يوماً من تاريخ الاقتراع المقرر في 10 من شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت بحل مجلس الأعيان وإعادة تشكيل المجلس ذاته برئاسة السيد فيصل الفايز، كما صدرت الإرادة الملكية بحل مجلس النواب 18. برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل الحداد رئيس المركز الأردني لبحوث التعايش الديني عبر صفحة فضائية نورسات فيسبوك، استضاف هذا الأسبوع معالي الدكتور وجيه عويس عضو مجلس الأعيان ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي سابقاً، حيث قارن معالي خلال الحوار بين مستوى التعليم في الماضي والحاضر ومدى تطبيق استراتيجية التعليم في المدارس والجامعات، داعيا إلى ضرورة تطوير المعلم وتدريبه قبل دخوله غرفة الصف، وكذلك تطوير محتوى المناهج لأجل خلق جيل واع في النهاية معتمدا على التحليل أكثر من الحفظ، مشيرا إلى أن التعليم هو رسالة قبل أن يكون مهنة. وتناول الدكتور عويس كذلك تجربته في مجلس الأعيان وجهود لجانه التعليمية في هذا الإطار. فإلى هناك. صحيح، إذا بدنا نأخذ التعليم كتعليم لابد أن أذكر الحقائق كما هي. لقد شاب التعليم في آخر يمكن 30 سنة نوع من التراجع على جميع الأصعد، على مستوى المدرس، على مستوى البيئة المدرسية، وعلى مستوى المنهاج. ويمكن أكثر شخص وأنا بحكي من خبرة استشعر بهذا التراجع هو جلالة الملك عبد الله، لأني أنا اشتركت شخصيا بأكثر من لجنة بأمر من جلالة الملك، وعرفت أنه اهتمام جلالة الملك في التعليم اهتمام كبير، وإذا كان هناك تقصير فالتقصير هو مننا نحن ومن بعض الحكومات اللي أتت التي اعتبرت التعليم ليس أولوية في منهجها حتى السياسي. لذلك المحطة الأولى اللي بحب أذكرها في عام 2007 عندما أمر جلالة الملك بتشكيل أول لجنة للتعليم، التعليم المدرسي، وكنت أنا عضو فيها، وعملنا 4 سنوات ووضعنا مخطط كامل، وكان رئيس هذه اللجنة الدكتور مروان كمال، وكان في معنا أعضاء متميزين أيضا. نعم. ولكن بعد ما أكملنا وضع المشاكل والحلول في كتيب وأرسل إلى رئيس الوزراء آنذاك، لم يحدث أي تغيير إطلاقا على، ولم تطبق بنود وهي تعتبر استراتيجية أولية. نعم. استشعر جلالة الملك خطورة المنهاج وقبل وجود داعش في المنطقة، وقال بالحرف الواحد احنا بدنا جيل بنواعي، جيل مبني على التفكير السليم والمحبة واحترام الآخر، وما في طريقة أخرى إلا أن ندخل هذه المبادئ إلا من خلال المنهاج. وفي عام 2015 أيضا أمر جلالة الملك بتشكيل لجنة قبل رئيس الوزراء. هذه اللجنة أخذت على عاتقها بأمر من جلالة الملك ورعاية جلالة الملك بعمل أول استراتيجية لتنمية الموارد البشرية، وكان التعليم هو الأساس فيها. أنا على قناعة أنه لا يمكن تتم العملية التعليمية بشكل جيد بدون 3 أمور مهمة: أولا المعلم،
والمعلم أقصد هنا ثقافة المعلم، تفاني المعلم، تدريب نعم. المعلم يعني كم نعم. تدرب المعلم على إنجاح مهنته. ثانيا المنهاج، المنهاج أساس يعني أساسي في نوعية التعليم نعم. المتميز، والبيئة المدرسية. هذه الثلاث أمور مهمة جدا. لما نطلع على البيئة المدرسية المثالية هي بيكون فيها عادة عدد الطلبة في الصفوف معقول، حدود 20 إلى 25 طالب. هذا لم يكن متاحا بكل المدارس في الأردن، فهذه نقطة ضعف، وأسبابها عديدة نعم. منها زيادة عدد السكان، منها وجود هجرات عديدة إجت على الأردن ما استطاعت الأردن يعني العدد عدد ازداد طبعا ازداد، وهذا ضعف في التعليم، أنه عندما يكون عندك صف 50 غير لما يكون 25. فزيادة عدد السكان طبيعية، احنا عندنا يمكن أعلى زيادة عدد السكان، نسبة الولادات في عندنا في الأردن يمكن بعدها ما زالت أعلى نسب من أعلى نسب في العالم، عنها نزلت. نعم. اثنين، في عندنا هجرات، تعرف خاصة أخيرا الهجرات، الهجرة اللي جت من سوريا وكانت يعني ضغط كبير على مدارسنا. نعم. أوكي. النقطة الثانية المنهاج، المنهاج اللي موجود بين إيدينا الآن هو منهاج بصفه منهاج للحفظ ليس منهاج للتحليل. لذلك الاستراتيجية الوطنية اللي أمر فيها جلالة الملك ركزت تركيز كبير على تحويل المنهاج من منهاج حفظ إلى منهاج تحليل، مخاطبة عقل الطالب، إخراج الطالب من القوقعة الحفظ إلى التحليل إلى التفكير السليم. أوكي. وطبعا وزارة التربية والتعليم قامت بجهد لا بأس به، ولكن أنا بعتبر أنه الجهد غير كافي لغاية الآن، خاصة في موضوع تحويل المنهاج إلى منهاج تحليل. أوكي. هنا الفرق بين عندنا البرامج الأجنبية اللي موجودة في عمان الآي بي والآي جي، وفرق بين برامجنا اللي موجودة في المدارس الثانوية. أوكي. النقطة الثانية اللي هو المعلم، المعلم هو الأساس، لذلك لابد من تدريب المعلم قبل أن يدرس وأثناء التدريس. يعني تعطي المعلم الأولوية الأولى في العملية التعليمية قبل المنهاج. المعلم قبل المنهاج، يعني إذا نعم. عديت معلم جيد نعم. يستطيع أن ينقل المنهاج ولو كان ضعيف. نعم. شكي. المعلم الآن أنت بتعرف أنه كثير من معلمين ألاف من مؤلفة يخرجون بشهادات من الجامعات الأردنية ويذهبوا مباشرة إلى غرف الصفية، ما كان في تدريب، ما كان تعرف المعلم بحاجة لتدريب، لأنه التحصيل الجامعي لا يؤهل المعلم أن يكون معلما ناجحا. نعم. يجب أن يأخذ دورات، يجب أن يدرس سنة أو سنتين. والاستراتيجية الوطنية صحيح وضعت يعني وركزت على تدريب المعلمين، ولحسن الحظ الصحيح أكاديمية الملكة رانيا أخذت هذا العاتق على نفسها وفتحت الأكاديمية برامج لتدريب المعلمين قبل وأثناء العمل. الأعداد كبيرة في التعليم، تتحكي عن فوق 80,000 معلم وبحاجة إلى تدريب، لأنه إذا لم يدرب المعلم لن يستطيع أن يوصل المعلومة إلى الطالب. هل يسمح الله بالألم ولماذا لا ينهي الشر؟ كان مدار حلقة نقاش في برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان، بمرافقة روحية من الأبجور شرايحة عبر اتصالات هاتفية أجرتها نور سات مع كل من الأب فرحي حجازيين من البطريركية اللاتينية في الأردن، والأب أنطون لطوف من كهنة الروم الكاثوليك في لبنان، والأب نور القس موسى من الكنيسة السريانية في أستراليا، حيث أجمع المتحدثون على أن الألم هو اختبار بشري لصبر الإنسان على ظروف الحياة، وهو ناتج عن خروج الإنسان من الفردوس. أما الشر فهو نوعان، شر أدبي والآخر طبيعي، ومصدر الشر في الغالب نابع من قلب الإنسان الذي يغويه الشيطان، وأن الناس يسيئون لأنفسهم من خلال وقوعهم في الخطيئة، وعندما يمنعون أنفسهم من ذلك سيتمكنون من العيش بسعادة وصحة وروحية كاملة. في نوعين من الشر، الشر الأدبي اللي هو الخطيئة، والشر الطبيعي اللي هو الألم الطبيعي مثل المرض وجوع وعطش وما شابه ذلك.
الشر الحقيقي هو الشر الأدبي الذي هو الخطيئة، وسوف أتحدث أنا عن هذا الموضوع ومصادر هذا الشر أي الخطيئة. وأما موضوع الألم ومصادر الألم فأتوقع راح يكون في كاهن آخر يتحدث حول هذا الموضوع. وأحب أميز على أنه الألم الطبيعي هو مش خطير، يعني حتى السيد المسيح جرب الألم الطبيعي، هو تألم من الجوع والعطش والتشرد، وهذا طبعا في حد ذاته مش خطير. وأما الشر الأدبي فهو الخطيئة بالذات، ولهذا السبب القديس بولس بيحكينا على أنه السيد المسيح قد صار شبيها بنا في كل شيء ما عدا الخطيئة، يعني جرب الألم الطبيعي ولكنه لم يجرب الألم الأدبي أو الشر. فأنا حديث راح يكون إذن عن الشر أي الخطيئة في العالم. منذ القدم والإنسان بحاول دائما أن يبرر خطأه ويلقي مسؤولية أخطائه على غيره. فآدم اتهم حواء وحواء اتهمت الحية أي إبليس، وفي الواقع أن هؤلاء معا هم أصل الشر في العالم. ولكن للأسف حتى في يومنا هذا نجد من يوجه التهمة ليس فقط على أخيه الإنسان، بل أيضا إذا ما ألم به الشر أو حلت به مصيبة اتهم الله قائلا هذا من الله. وننسى هذه الحقيقة الأكيدة، وهي أن الله هو الصلاح بالذات، ولا يمكن أن يخرج منه إلا كل ما هو صالح، لا يمكن للشر أن يصدر عن الله. ويؤكد هذه الحقيقة سفر الحكمة القائل ليس الموت من صنع الله ولا هلاك الأحياء يسره، لأنه إنما خلق الجميع للبقاء. إن الله خلق الإنسان خالدا، لكن بحسد إبليس دخل الموت إلى العالم فيذوقه الذين هم من حزبه. فوجود الشر في العالم هو موجود مما لا شك فيه، وتحير العلماء والفلاسفة في تعليل مصدر الشر. فذهب بعضهم إلى القول أن هناك إلهين، إله الخير وهو سبب كل خير في الدنيا، وإله الشر هو سبب كل الشرور في الدنيا. لكن هذه العقيدة مغلوطة، إذ لا يمكن أن يكون هناك إلهان، فإما هذان يكونان متساويين أو واحد أقوى من الثاني. فإذا كانا متساويين فلا واحد منهم إله، لأن ولا واحد له السلطة على الآخر. وإن كان واحد أقوى من الآخر فالأقوى هو الله، والأضعف لا يمكن أن يدعى إلها. فحديثنا راح يكون إذن عن مصدر الشر في العالم. عندما نلتقي بالشر في العالم وفي حياتنا اليومية من حروب وويلات وخطايا، يجب أن لا نتهم الله أبدا أو أنه وراء كل هذه الويلات، لأن الله كما ذكرنا هو صالح ولا يصدر عنه إلا كل ما هو صالح. إن مصدر الشرور في العالم ثلاثة كما يذكرها لنا القديس يوحنا الحبيب: أولا الشيطان، ثانيا طبيعتنا البشرية، ثالثا العالم. الله بسبب سقطة آدم صار الإنسان معرض لجميع أنواع الألم، جميع أنواع الأشياء اللي بتصيبه بصحته بنفسه بعقله. ممكن واحد يكون بالفرشة سنين طويلة، ممكن طفل صغير يموت. يعني نحن ما قلنا حق نتهم ربنا بهذا الموضوع، لأنه الإنسان بطبيعته معرض للألم والشر بسبب سقطة آدم. هي نتيجة سقطة آدم. تاني نقطة أنه وقت كتير هو الإنسان بيجيب الشر لنفسه. يعني وقت اللي أنا بروح أنا بغلط مثلا برتكب جريمة أو الإنسان بيعمل خطية معينة، دايما الخطية إلى عوائب. ما في خطية ما إلى عوائب، كل خطية إلى عوائب طبعا. ولما الإنسان بيعمل خطية وبيعاني من العواقب، ممكن هذه العواقب تكون صعبة وتكون طويلة الأمد نتائجها، فما له حق هو يجي يقول أنه ربنا سمح أنه أنا أقع بالشر. هلأ بغض النظر عن أنه الناس بيصلوا ولا ما بيصلوا، يعني هلأ هي إذا واحد مؤمن وعنده علاقة بالله وبيحب يسوع كمان، ما يعني ربنا ما وعدنا أنه حياتنا تكون خالية من الصعوبات. يكون لكم في العالم ضيق لكن سعة
مسكه أنا غلبت العالم. فإنه نعم. هذا المبدأ الأساسي. نعم، إنه يعني لو كان مؤمن مش شرط إنه يكون غير معرض للألم يعني. لا طبعا كل الرسل مش رح يغش مع أصحابه. نعم، كل الرسل وكل القديسين والشهداء والمعترفين، الكنيسة مليانة من متألمين. أكيد الكنيسة هي يعني الكنيسة على الأرض اسمها الكنيسة المتألمة، والكنيسة بالسماء هي الكنيسة ممجدة. الممجدة. نعم صحيح. نعم أبونا، أبونا الله بسمح، نستطيع نستخدم هذا المصطلح إنه الله بسمح بالشر؟ يعني مش من إرادته بس بسمح، ولا بيطنش يعني بيعمل حاله يعني بيشوف الشر وبيلف وجهه؟ ربنا ما بيسمح بالشر. مثلا بدي أقول إنه شخص راح عمل سحر لشخص تاني. نعم. إنه هلا هو الشر موجود وإبليس موجود من بدء الخليقة وهو مع عدو الإنسان. هلا النقطة اللي بعدها اللي بدي أنا أقول أحكي فيها إنه حياتنا كلها هي معركة مع إبليس. من وقت ما ربنا ببدء الخليقة قال لحواء نسلك يسحق رأس الحية، إنه هذه العملية مستمرة من بدء الخليقة حتى انتهاء الدهر. نعم صحيح. يعني وقديسين والنساك والعيشوا بالقفر، أباء القفر عرفوا إنه حياتنا كلها هي معركة مع تجارب إبليس وهجمات إبليس وشهوات إبليس. هلأ لما الإنسان بيضعف روحيا وبيهمل صلاته، ولما الإنسان بيصير بعيد عن ربنا وعيش بخطية مزمنة، بيفتح الباب لأنه الشر يأثر فيه. أكيد أنه حياتنا أنه نتعرض كثير أنه من الأزمات، من المشاكل، من التهجير، وخاصة مثل ما ذكرت أنه التهجير خاصة اللي طال علينا أنه من آيسس وغيرها. نعم. فممكن انه يفكرون او الكورونا هسه الموجوده، اكل اللي يفكر انه ينسف هالشيء مع الاسف انه ل الله. فاقول انه مثل ما قال انه ابونا فرح وابونا انطون انه مصدر الشر هو من قلب الانسان، وهذا اللي يحزن انه الله يحزن بسبب هالشر الموجود. فليش يسمح الله بالشر وليش يسمح بالالم؟ أنه أقول أنه صحيح أنه الشرور ليست كلها من خيار الإنسان، هو ما يختار أبدا ألم ابنه أو موت أمه، لكن أكو شرور تنتج من خياراته. فلو أنه لم يكن للإنسان أنه حرية الخيار بين الجيد والسيء، بين الخير والشر، كيف يكون لخيار الخير والرب هو قيمة ما؟ إذن خلق الله الإنسان على صورته ومثاله، وضمن هالصورة تكمن إرادة الإنسان الحرة. نعم. حتى يمارس الإنسان حريته أنطى الله إمكانية الخيار بين شجرتين. من قال أنه في سفر التكوين الفصل الأول آية 17 يقول، وأما الفصل الثاني الآية 17 يقول، أما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها فيوم تأكل منها موتا تموت. نعم. إذن أرجع وأحكي أنه الله يسمح بالشر. ليش؟ حتى أنه ينظر الخطأ، حتى ينظر الخطأ. نعم. ويسمح أنه الخالق بأن تصاب المجموعات أنه البريئة وغير البريئة بالمصائب والنكبات، كإنذار مدوي يعود الناس إليه حتى أنه يرجعون. كما أنه أيضا يسمح مرات بالشر الطبيعي، وهذا اللي صار مثلا مع كورونا وغيرها. نعم. أو الحروب، لتأديب الشعوب ولإنذار أيضا أولاده. يقول عاموس، يقول أم يضرب بالبوق في مدينة والشعب لا يرتعد، هل تحدث بلية في مدينة والرب لا يسمحها؟ هكذا يقول عاموس. أيضا يكمل ربنا يقول أيضا يسمح بالشر حتى يؤدب الناس، لأن ربنا يحب الناس. في البدء خلق الإنسان وكان كل شيء حسن، يقول خلقنا الإنسان على صورتنا ومثالنا. لكن الإنسان بعد ما ظلم مثل ما حكى أبونا فرح وأبونا أنطوان وسقط بالخطيئة، فالله سمح أنه بالشر حتى يؤدب الناس. وتأديب، التأديب أقول
هو غير القصاص. القصاص هو أجرة قاسية لعمل شرير، لكن التأديب هو درس قاسم لتأسيس أنه عمل يكون أفضل للتعليم، يعني للتعليم، للتعليم، للتعليم. نعم. إذن مثل الشجرة اللي بتهذبها. إذن التأديب يهدف لتعليم الإنسان، والله ما يرضى بالشر ويؤدب الإنسان حتى أنه يصحح حياته ويرجع إلى حياته الأولى اللي كانت بالفردوس. على رجاء القيامة والحياة الأبدية نعى مجمع مطرانية الكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط وفاة الأب الكونون المرحوم أندرو دو كاربنتيه، المدير السابق لمؤسسة الأراضي المقدسة للصمي في السلط، الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية إثر حادث مؤسف بعد خدمة طويلة وجليلة في خدمة الصمي وذوي الإعاقات. وقد شيع جثمانه في كنيسة الراعي الصالح الإنجيلية الأسقفية العربية في السلط بحضور محافظ البلقاء وكبار ضباط الأمن العام في مديرية شرطة البلقاء وعدد من رؤساء الكنائس الأردنية وشخصيات من المدينة. أسرة مكتب فضائية نورسات الأردن ممثلا بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل يتقدمون لمحبي الأب أندرو بأصدق مشاعر الحزن والمواساة. طوبى لمن اخترته وقبلته يا رب ليسكن في ديارك إلى الأبد. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. رسامة راهبتين جديدتين في دير السيدة العذراء ينبوع الحياة في دبين شمال المملكة. بيت ساحور تحتفل باليوبيل الكهنوتي لرسامة الأب ممدوح أبو سعدة. الأردن يقف أمام تحد كبير للحفاظ على المنظومة الصحية. الأب أندرو ينتقل إلى ديار النور بعد حياة حافلة بالخدمة والعطاء. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم ودمتم بخير.